السلام عليكم، مع حضرتكم مس الشيماء بهاء من مدارس بدر تايجرز الخاصة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن ياء الملكية. عليكم، كل سنة وانتم طيبين يا كي جي. رمضان كريم علينا والأمة الإسلامية جميعا، وحصونا كي جي 2. يلا يا حبايبي، النهاردة إن شاء الله هناخد حاجة اسمها ياء الملكية. ياء الملكية يعني الحاجة دي هتبقى بتاعتي أنا. لما اجي اتكلم عن حاجه بتاعتي انا بحط لها حاجه اسمها ياء الملكيه. طبعا انا عارفه ان الياء بتتكتب بثلاث اشكال. اول حاجه الياء في اول الكلمه بيكون عندها ايد واحده وتحتيها نقطتين. الياء في وسط الكلمه عندها اثنين ايد وبرضه تحتيها نقطتين. الياء في اخر الكلمه اسمها ياء الوزه، وعندي الياء المنفصله. الياء في اخر الكلمه دي هي اللي هتبقى ياء الملكيه. ياء الايه؟